ما هي علامة كره الله لأحد عباده؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا وجعل لنا الحب والحنان والشفقة علينا، فحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكره عباده، بل إنه أحن علينا من آبائنا وأمهاتنا وأرحم بنا حتى من أنفسنا. ثبت عن عمر رضي الله عنه قال أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إنما يشجع العبد على طاعة مولاه وحب الله له إذا أطاعه، ولكن حقيقة أن الله يغضب إذا عصاه العبد وهو يعلم أن عليه الالتزام بأمر الله واجتناب نواهيه. فإن كان حب الله له عامل تشجيع، فلن يجد إلا الخير والبركة في حياته. ومن عصى الله عز وجل وتمادى في ارتكاب المحرمات وتجرأ على المعاصي ولم يستغفر ويثب ويقلع عنها، فسيحل عليه غضب الله عز وجل، وبالتالي سينال جزاء عمله وسيعاقبه الله بعدم استطاعته على شكر النعم التي وهبه إياه. وقد يكون عاقبة عدم الشكر حرمان النعم، ولن يستطيع أداء الواجبات المفروضة عليه، وهذا يجلب العقاب والإثم عافاك الله. وتبين هذه الآية سبب غضب الله عز وجل وعلامته. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.